تكون التربينة دي بتساعد مع المحرك غير التربينة الأساسية اللي بتشغل الكمبروسر. دي أشكال كتير هتلاقوا حتى كانت معنا في الكتاب، مش معتمدين بقى ان في كتاب، خلينا في المحاضرات بس، وهبقى انزل لكم برضو مرجع كده تبصوا عليه. كانت صفحة في الكتاب فيها الأشكال دي، فكنا بنبص عليها محدش يتكلم عليها، مش عارفين بتاعت ايه، فخلاص هي رسمة في الكتاب، تخش الامتحان تلاقي منظر زي ده. تلاقي الرسمة دي في الامتحان والمسألة بتحكي حوالي 10 سطور كده، وريكوارد 1 2 3 4 5 6 7، كل الريكوارد سهلة 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 جدا جدا. لما تقرأها هتلاقي بيقول لك اديني قول لي الباور بتاع المحرك ده كام، واصلا السهم بتاع الفول ده هتلاقي مكتوب عليه ام دوت فول بتساوي كذا والكيو هيتنج فاليو بتساوي كذا، فانت هتضرب الرقمين في بعض تطلع الباور. مطلوب الثاني هيقول لك احسب لي كفاءه المحرك ده ايه، طب بتساوي الباور على الكيو. بس هي في ناس هتعدي الخضه وتخش تقرا، وفي ناس هتقف كده بس من ايه، انا خلاص كده. بس هي المفاجأة في الامتحان بقى ان دي تلاقيها كده وتلاقي المطالب كلها سهلة بقى، يعني هو عطيك كل المعلومات اللي هتحتاجها عن اي حاجة، وقال لك في اول الامتحان فوق اسيوم اي حاجة، لو عايز كفاءة افرضه، لو عايز سي بي سي في افرضه. فهتلاقي المسألة سهلة جدا، ولكن انت ما شفتهاش قبل كده، فانت خلاص شفتها قبل كده. بقى معانا النهارده في محاضرة النهارده اثنين شوية أسئلة في الامتحان اهو. عايز ايه؟ كمان؟ انت هتعمل ايه انت؟ شفت الجدول اللي احنا كنا عاملينه من شوية؟ مرسوم في الخريطة دي. بيسموها الإنجن برفورمانس ماب. بيبدأ يغير ال سبيسيفيك فيول كونسامشن ويديك بقى بقيه البارامتر كلها. تلاقي على الشمال هنا التورك، هنا البي مين افكتيف بريشر، تحت الانجن سبيد، الخط اللي هو الاسمر ده ده اللي هو عند الوايد اوبن ثروت لما يكون المحرك شغال بالكامل بقوته الهواء كله داخل، فتلاقي هو الخط ده. الحاجات التانية دي كلها لما ابدا اغير فتحه الدخول للمحرك احنا مش هنستخدمها اول الخرائط دي، انا بس بوريها لك لان ممكن لما تبص في كتالوج اي محرك تلاقي حاجه اسمها الانجن برفورمانس ماب، فتعرف ان هي زي عارف الاتش كيو بتاع البمب. والله لو عايز تعرف اداء المحرك ده، ما هو مش هعرف اقول لك اداءه ولا ما تقول لي الظروف اللي هو هيشتغل عندها، فشوف الظروف بتاعتك ايه، هو هيشتغل بالكفاءه دي. هياخد وقود ب 300 جرام على كيلو وات اور لو انت شغلته على ترك تقريبا 100، والانجن من اول 1000 لغايه 4000. يبقى لازم تشوف كده المناطق اللي انت عايزها، هل انت عايز ترك في مكان معين بريشر معين؟ والله السبيسيفيك فيول كونسامشن بتاعته بتساوي كذا. يعني شوف لنفس المحرك ممكن استهلاك الوقود يبدا من 237 ويوصل لغايه 500. خلي بالك ان انت كل ما الترك يزيد معاك استهلاك الوقود بيزيد جدا، يعني ممكن العربيه وهي واقفه ما بتديش سرعه خالص تكون بتستهلك اعلى وقود لان هي عطيالك اعلى عزم، وممكن تكون ماشيه على اقصى سرعه ولكن استهلاك الوقود قليل. لذلك اصلا الطرق اللي هي لما تكون مسافر مثلا منصوره اسكندريه لما بتحسب متوسط استهلاك الوقود تلاقيه اقل من انت لو ماشي في المنصوره في شارع الجمهوريه مثلا، عشان السرعات هي انت مستخدمها ايه؟ هي ريتد ولا عمال تنقل سرعات من الاول للتاني للتاني؟ واول تاني تاني فرامل كل شويه، ولا ماشي في طريق مفتوح؟ الطريق المفتوح مع السرعه الثابته بيديك اقل استهلاك للوقود.
المسألة دي هنبدأ بيها المحاضرة الجاية، نحل واحدة زيها ونكمل على موضوع المحاضرة أيا كان. شكراً.